مشروع الطريق المداري هو طوله 190 كيلومتر، اليوم راح يتم افتتاح 70 كيلومتر منه ان شاء الله، يربط من الجنوب الى الخور. صباحك بالخير. مرحبا. شو اخبارك؟ شاء الله بخير يا جماعه. والله اني انا محظوظ، ما اجي مكان احصل الاعلام. الله الله فيه الرجل هذا، ما في مثله. القيادات طبعا اخوان فيت ان شاء الله، اما ايضا اداره المرور حاضرين الافتتاح ان شاء الله. افتتاح شارع الاوربتر او المداري عباره عن تقريبا 125 كيلو. طبعا هاي رسالتنا حق كل الموجودين اليوم، رسالتنا هذه لكل الموجودين اليوم ان مع الظروف الحاليه احنا الحين نفتتح مشاريعنا نفس ما قلناكم، ما في تاثير صبحنا السابق لو تم الحال نفس ما هو عليه، فلا تأثير على مشاريع أشمار ولا مشاريع دولة ولا مشاريع. بعدين الله يسلمك يسهل حق الشاحنات إن عدم دخولهم في وسط المدينة ويسببون لنا الازدحام، الدوار الوكرة هذا يسهل لنا عشان تنفذ اللي يبنونه. حاليا طبعا موجود البديل، يعني اغلاق دوار الوكرة بخصوص طبعا طريق المداري. اول شيء مبارك لهيئه الاشغال العامه ومبارك للمواطنين والمقيمين لافتتاح طريق المداري، وهو صراحه طريق دولي بمنطقه بسعيد بشارع سلوى مرورا بقطر مول وشارع ايضا ادخان وصولا الى راس لفان المنطقه الصناعيه والمركبات مثل ما قلنا لنقل ايضا البضائع من ميناء حمد مباشره للمناطق الصناعيه، وبالتالي هاي تعتبر ايضا نوع من حاضر واللي سهل نقل مثل ما قلنا البضائع من والى المناطق الصناعيه المختلفه. وطبعا افتتاح اليوم هو عباره عن 60 كيلومتر تقريبا. احنا عارفين ان الاوربيتال هو من الطرق الحيويه لخمس مسارات للمركبات الخفيفه بالاضافه لمسارين للمركبات الثقيله بالاضافه ل بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا تسير حركات من افتتاح الشارع الجديد من ميناء حمد الى طريق الشمال الاداره العامه. سعادة السيد محمد بن عبد الله المحي وزير البلدية والبيئة، سعادة السيد حسن عبد الله الدوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والبضائع في البلاد وحركة المرور، بالإضافة إلى الأجزاء التي تم افتتاحها مسبقا. السيد عبد الله عطية سادة ستعمل الافتتاحات الجديدة على تعزيز حركة المرور للبضائع بشكل مباشر بالطريق الداخلي السابق الذي بدوره يتصل مباشرة لمقام حمد الدولي، وهو مسير محدد وبكفاءة عالية تستحقها دولة قطر، فدولة قطر لا تبنى إلا بسواعد رجالها. فشكرا لكم جميعا ولكم. عبد الرحمن سعادتي
بالإنجاز الملموس الذي حققناه من خلال افتتاح مبدئي لأجزاء مهمة وحيوية من شبكة الطرق. سوف توفر خدمات نقل وطرق متميزة خاصة في مجال الحركة حول المدينة ومراسم استقبال المشروع الخارج مع التقاط صورة جماعية. الجولة راح تكون في الجزء اللي تم افتتاحه اليوم إن شاء الله من طريق المداري، طبعا بحضور مسؤولين من كافة أجهزة الدولة. طبعا هذه جدارية نادي الأهلي لمنتسبين النادي جميعا اليوم. أعضاء النادي الأهلي
هذين طبعا اشبال نادي الاهلي، وهي طبعا بنات مشاركين ايضا، اطفال حلوين مشاركين اليوم معاهم. طبعا هذا معرض مصاحب للفنانين القطريين في النادي الاهلي، فكره حلوه بادره حلوه اللي طبعا يشكرون عليه حبيبي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو الامور؟ طيبه ان شاء الله. هو مشاركاتك اليوم اللوحة اللي سميتها والله أحبك يا قطر، كلمة قطر بأوراق الذهب يا رب 24. الثانية اللي هي شعر الدولة مع العيلة القطرية، بدأ تلاحم الشعب القطري مع الدولة. والله حلو صراحة، وجهك مثل العافية. الله يطول العمر. هاي رسمتها من يومين مؤسس دولة قطر الشيخ قاسم الثاني، وهاي لوحتي شاركت فيها في الجلف مول الشيخ. هاي لوحة بنتي سارة، وهاي لحظة كل معها. طبعا مجموعة من الفنانين في بيت الفنانين في النادي الأهلي مشكورين، احتضنوهم وعملوا هذا المعرض الخاص. كلنا تميم، كلنا قطر. من العنبري ارسمت صور لسمو الامير المفدى، صوره ولكن فيها مفاجاه بنسمعها الان. تمتاز هذه الرسمه اني انا رسمتها بالوان البان باستيل، واستخدمت ايضا معاها المكياج. مكياج؟ الوان المكياج، لان الميك اب درجات الالوان ونوعيه الخامه تشبه خامه البان باستيل. استغرقت هذه الرسمة معي 6 ساعات تقريبا خلال يوم. السلام عليكم، معكم أسرة من المغرب،
أقول كلمة في حق شعب قطر وحكومتها. والله شعب مضياف، والله شعب مضياف وكريم وأخلاق، شعب راقي وحكومة والنعم يعني موفرين لشعبهم، شعب راقي ويعني كدولة لها منطق ولها قرار ولها الجيران. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وصينا على سابع جار، والله حرام. يعطيك العافية ويعافيك إن شاء الله. معكم حريمة من المغرب. كلنا تميم وكلنا قطر، وأكيد كلنا قطر وكلنا تميم، لأن الشعب متجاف كلها خير. ترى هاي الأزمة مو أزمة، أزمة عليهم بس، هي بس هني أشوفها يوم عيد وطني والكل فرحان، وكل يقول صغير والكبير يقول كلنا قط. وإذا طلعت بسناب الشيخ حسن الساعي بس من حب القطر والشيخ تميم والكل أهل قطر. يعطيكم العافية. السلام عليكم. شا أقول وشا أخلي وشا أبقي صراحة، هو يوم وطني أهدوه الحلب، والله أهدهم أيام وطنية. اللحمة اللي صايرة بين السادة أو بين الساسة أو بين الشعب كله من الصغير للكبير، لو تشوف الحين أبو سنتين وتكلمه يقول لك كلنا قطار كلنا تميم، وفعلا قول وفعل أن كلنا قطار كلنا تميم، موفر كل شيء، ما خلى ولا بقى على شعبه كل شيء. شلون ما يكون كله، شلون ما يقولون ماي يعني من الصبح لين اللي. شكرا للأخوة الجالية المغربية الموجودة هنا في دولة قطر على الكلمة الطيبة اللي قالوها، وما زلنا مع هذا المعرض الموجود في النادي الأهلي. مرحبا وسهلا فيك.